اهلا وسهلا كديرين، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ ارتحيتوا شويه؟ انا كنسهرات زعما نتوما واش ارتحيتوا؟ انا ارتحيت. الفيديو اللي ساليت معاكم الاخر ديال نحبته البارح واللي ساليته الصباح ما رجعتش ناس، جاني النعاس، شوف عيني راه مع الشفار داكشي كتكون ديك اللصقه. ايوا يا لالا صافي، شربت قهوتي ما نطيت الفيديو، خدمت في هذا الصباح حتى ل 12. دابا 12 ياك شحال؟ 12 وتولوت. دابا كتغنى شويه ما ناسش، درت شي خدمه عندي، ابخي سجلت لي تيمونياج ديال الدوره ديال التغيير ديال الجروب الاول والثاني، قادت ليهم واحد لافيش باش نحطهم. صافي عمرت هذا الصباح وصافي ما قدرتش نرجع الناس. ودابا المهم فطرنا، وهذا فطر تخطيب مسمن والفرماج وعسيله واتاي مغربي شحال ما شربتو من فاش كنت في اسطنبول شي 5 شهور العام، ملي مشيت لازمير ما شربتوش صافي. ولكن اصلا واخا تشربي ماشي بحال النعناع المغربي بالنعناع البروج وداك الشيء، اتاي كاينو كيما النعناع ديالهم لا ما فيهش الريحه. صافي فطرت بالملوي والعسل والفرماج واتاي حنا مزيناتو، غدا نفطر بالملوي سميتو هذا زيتون مشرمل صيفو هنا، ممكن ما احسن من هادشي باش غنمشي ندمت علاش ما درت الباكاج غير 30 كيلو، 10 ديال الكابين و 20 غندي معايا، غنزيد واحد 40 كيلو باش ندي معايا الملوي والبطبوط وزيتون مشرمل غندي معايا النعناع، غندي سميتو نغرسو، غندي نغرسو عندي الدار الجرده وداكشي غادي نغرس. شنو غندي النعناع؟ غندي هنا النبته ديالو ولا ديال البروج الجدر ديالو غندي، كتكون واحد سميتها حتى راه غير كينوض في راسكم. راجلي ديك المره زرع مطيشه لا وليدي لا مالكم اخويا على هاد، عرفتي كي كيطيروا قدام الطوموبيله تردي البال معاهم شوف شنو بحال، عرفتي الدراري كيجريو فوق التروطوار وكينقزوا قدام الطوموبيلات ويرجعوا كيتفنوا. كنزة ما الزرع انا كيسحب لي داكشي كياخذ وقت عام باش تحصاد. زرع مطيشه زرع والله ما سقيناها، سقاها مره وحده ديك الساعه فاش سميتو ولا الغد ليه، ولكن بقى كيقلب ليها التراب. حنا ما كنفهموش داكشي ديال الزرع، ما كيعرف حيت هو فواحد البلاصه منطقه فلاحيه كيزرعوا، ماما تاعي كانت كتزرع داكشي كتخدم في هادشي، بقى كيقلب التراب كيقلبو واحد المده ديال 3 ايام ودار ليه وسقاه غير شويه من ورا ما عاودش سقى مطيشه. ويت مشيت 15 يوم ما رديتش البال، كندوز نجي من حدا عاوتاني فاش جيت كيفاش لقيتو نطلعو بقى ما خرجتش مطيشه، ولكن النبته عاوتاني فين طلعات وطلعت لي حتى جيت ركبتي وداك دخيه كيطوع، وانا كنشوف تما الاراضي تما عاد كنشوفها خاويه الله نقلبو التراب بهذاك التراكتور ولا سميت، كنجي يومين كنلقى خضوره طلعات، كاش كيسحب ليا بهاد الصوره النباتات كيطلعوا داكشي كيسحب ليا عنده وقت وهذا. المهم صافي قلت لكم غندي النعناع، والله حتى غندي البروج غنديه نزرع، وانا راجلي عارف نزرع. شنو اخر كنزل لي نقدر ندي نزرع؟ الدنيا انا زرعين شي حديقه باش تنقزيني شحال خصنا من كنزه يخرج من كنزاوات كنزه وحده كامله، كنزه 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 تخيل حد نمت فيها كنزه 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 عقلك بابا حسن لا لا ما خرجش لي عقلي، كانت مخرجه لي عقلي دابا مباشر مركز سيدي مولاي للتنميه البشريه. المهم صافي حنا غاديين دابا لبوسكوره عند الدار السعدي نختاروا تكاش كنزه اختار كاين عرس اليوم كاين عرس نبدل واحد التكشير انتي اليوم كاين جوج العراسات ناخذ تكاش ونجيو من بعد يختحم القروني الطفيرات شحال ما صيبتهم راه كيبانوا بحال طوال بزاف ما عرفتش هما راه قصاو ولا انا درت يعني شوفوا الفرق ديري ديك هكا دوري الجهه الاخرى يعني الا شفتوا الفرق انا ديك قصاو ولا انت انت ديالك ما عرفتش شتي شي كيبان لي قصاو لا طوال انت انا بغيت ندير طوال انا شحال شوفي كل سميتو مرحله واحد المرحله انا كنت كنبغيهم طوال ما يبردوش ليا الرقد، دابا كنبغيهم قصار قصار من هكا ما كنديرهم قصار كنديرهم اخر مره درتهم قصار من هكا. حنا جينا عند الدار السعدي نشوفو تكاشطات سميتو
هنا كاينين لي شارجي وداكشي ديال العريسات. انا غادي كنتسناو غنمشيو لمحل لاخر. قالت لك تما كاين السامبل. هنا قالت لي لقاي داكشي لي شارجي. انا بغيت حاجه سامبل. انا شوفو التكشيطه حماقيت عليها سامبل. شديتها ما عرفتش شنو ناخذ. بغيت انا شي حاجه سامبل. كنت كنقلب عليها دخلت بانت لي هادي. شوف كتحمق ديتا من هنا. واقيلا هادي لي غناخد. هادي ولا هادي لي هنا اللور. انا غادي نقيسها فما كتحمق. ماجدة دابا شنو فاش اللي غنلبسه؟ نلبسها ما عرفتش. انا وحرت ما عرفتش غنلبس هادشي. كلشي زين ما جربتش ما جاتش. فنا 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 مهم. تلفت بين القريه والزرقه. الزرقه تاعي حمقت ماشي الزرقه ولكن غنلبسهم بجوج. كاين اليوم عرس كاين غدا عرس. غادي نلبسهم بجوج. كتبان يا كتبان. رب مناسبة البنات راه كنبقى لحد الان باقي كيجيني اسئله شكون نقفني في الختانه. راه دار السعدي تبارك الله عليها. عندنا داكشي غزال. ربي يخليك. اليوم شتك زدت فرحه على فرحه. ربي يخليك. عرفتي لا تبارك الله عندها داكشي زوين. والتعامل والسيرفيس كلشي زوين. تبارك الله عندها داكشي غزال. دار المحل الثاني راه كاين ديال العريسات حتى هو فيه تكاشط اشكال انواع. يعني بغيتي الشارجي بغيتي السامبل. قلت لهم المحل الاخر فيه ديال العريسات. هنا كاين ديال العراضه وديال سميتو. بغيتي السامبلز كاين. بغيتي اللون في اللون كاين. بغيتي شارجي كاين. اللي بيتي اللي حبيتي. نشوف انا باقا منها كنشوف منها الا في اخر لحظه نبدل رايي. انتم داكشي زوين غزال. اشكال انواع. كتكريت على الاكسسوار. يعني المهم راه المناسبات العاديه ولا عندك خطبه عرس بغيتي تنقيفه اسبوع ختانه كلشي كلشي كاين. الدار السعد بغيتي غتفرحي براسك. ما كاين والو. باغا تجيبي العاونيات وتنشطي نشطي. ايوا داكشي غزال. كاين بوسكوره هانتوما. تكشطات زوينه هانتوما. صافي هذا المحل ديال سميتو. المحل تاع الاخر تا هو راه جوج دروبه قريب ليه. فيه داكشي ديال العريسات. من دابا بصحتكم وراحتكم البنات اللي غيجيو. هو هذا هادي خاصها الصليح. هزيتها من الماريو ديال كنزة. قلت لها غير شي حاجه على قبل حيت لابسه غير كولونو تريكو سمارتي. صافي صدقات لبيسه زوينه. ايوا صافي. شنو كتحتت معاكم بحال كتحتت معانا؟ شكون؟ ماجدة كتقول لك انت كنزه وتقول لي انا ماجدة. كتحتت مع لي فان ديالك بحال كتحتتي معانا. ما كنبقاش انا ما كنديرش العبار ولا هذا. كنبقى غاده عجيبه فم وقول. كثرت ما هكا كيتشكاو مني كيقول لي كتحلي الفيديو تبقاي تهضري. ما سميت. المهم يلا بارك عليكم. الله تبان. ياكي لكن زوين بنين. هانتوما اختي القطبان. نعطيك الصحة. نعطيك الصحة. يامي يامي يامي. كنحماق على تيك توك. ناخذ الفلوس.
كنت معاك صفرة الله يعطيك الصحه كوثر. ميك اب غزال، الميك اب كيهضر على راسه. بانكو فهمتي شوفوا الميك اب عاتي من حتى شنو كيهضر على راسه. شوفوا هذا ساشون كو وجهي انا مع الحمراء راكم كنصور لكم بلا ماكياج، خدمت لي حتى واعر يعني عندي لي طاش بزاف دابا في وجهي. شوف كنقرب لكم يعني الزوم الاخر فيها بلا فيلخ بلا رينغ بلا فيلخ بلا رينغ لايت بلا والو. دابا شوف بعاف الله يعطيك الصحه زعما الله يعطيك صحتك الا الناس راه خلاوتوها كتسلم ايديك. لا لا غزال غزال الميك اب واعر قالب غالب اصلا بارك الله فيك ربي يخليك. لا لا خاص لي يبرز الجمال عاوتاني، راه بعض المرات كتشهد واحد كيخسر لك وجهك كيغطي لك الجمال. خاصو يعرف حيت ماكياج سيتي تاع حياتي انا حتى انا وقع عليا واحد المره ويلي انا هي عجبني راسي بغيت نبقى نصور يا اختي الزيون ما بغيت نصايب شعري غزال. ايوا دوزي كنزة قبل الاسبوع ان شاء الله الاسبوع ديال جهانكير. ايوا يلا انا غنخلي لكم الانستغرام والنمره ديال كوثر اللي بغات اثمنه مناسبه سميتها العريسات. راه اصلا هاد الماكياج راه تقدر ديرو عروسه. لا عرفتي زوين الميك اب زوين. دونك المهم عروسه خطبه عيد ميلاد معروضه كيف ما كانت المناسبه وبغيتي تماكي مرحبا بكم عند كوثر. ايوا يلا سالي كنزه حتى هي ونوريها لكم خاصها دير قناه. يلا انا نهبط ما كاينش اللي ما دارش قناه في هذا العالم، كلشي كنظن غيكون دايره. كاين اللي كمل كاين اللي ما كملش كاين اللي ما حط فيها والو كاع. المهم دابا نبقى نجلس قدام الكاميرا ونبقى نهضر ما عرفتش علاش ما تهضريش. بقى ديري الميك اب بقى ديري لي توتوريال ميك اب والموسيقى ما تهضريش تعلمي المبتدئين الميك اب علاش لا. المهم يلا انا نهبط نصيب شعري. اوبس راجلة عيط لي قبل الفيديو معنا ما يعطيك الصحة. جبني راسي يا اختي نطلع عندك نشوف اش كنت شفنا وصلا ما كان ما كيش انا ديما غير بنات كنت كنطو سري اختي كنزا وصلت نشوف مازال خصو يتحل شويه خلي ما تحليش دابا تلبسي انت شعرك ملس غادي يتحل الراس ولا شي هنا كنتي نشوف نشوف شنو اللي كنتي غتلبسي انت اخضر اخضر ملي جاك واعر شعرك تخليه هكا ولا غادي تجمعي؟ ديري شي حاجة غادي ترخف شوية نشوف شنو ندير بعد المهم هي تحل ويحل حنا وصلنا توحشت العراسات. انا عيني عصبتني كدمع عليا من الصباح غتخسر لي الامل اجعل الله انا ما صابراش الحال ما يشاور ما غنقول لها حامله لا حاملاتين يعني غير هاي الامر قبيله ابي الفيديو الله يسلم صافي يلا معي طالي مسفرطه يلا معي طالي مسفرطه خاصكم تشوفوا غير باش تعرفوا راه كنكذبوا عليكم خلف الكاميرا راه كنعيشوا كواليس كنعيشوا حياه اخرى انا نقولها لكم انا مع عفويه بزاف وخير راك دراعك هاني انا دراعي كيضرني خلف الكواليس راه يلا كنت كنجبد ليه الودني كنت كنغوت الطوموبيل لا لا ما كنتش كنغوت غير هو ناري حضر الكنزة داير لها سونتر دابيل السيدة اللي خاصها شي حاجة قالو كنزة يقطع أسامة يعيط يوسف يقطع يوسف يعيط ما بيقطع السيد واش شدنا بوليسي
شنا بوليس على سميتو هكا السيده اسعف اسعف معنا سيده غادي نعرسو ما دايت الحنه مسكينه كنقول لك وهذا بقى سميتو الساعه واحد السيد منشور الله ييسر لي امره في النهار وقلنا يلا سيره قلت لي زعما فرحاني خلينا نمشيو نعرسو هذا صافي وعرفتي وطلع هذا وانا قلت ثم مالكم سونتر دابي السيده عرفتي كيسطيوها اللي خاصو برا 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 في الدار غيعيط ليها ثم مالكم دايروها مسكينة يلا ما فينا ما تقاشري والله هو عرفتي مسكينة خليها تبعد منا خليها تهدي شوية كتشوف شوف تعرفوا الكواليس الواقع كنعاود لكم ما تشوفوناش هذا حكينا كنت ضارب ورا كاميرا كان عادي هذه امور عادية المهم ما تدوش عليها انا نسيت ما خديتش الصاك زايا تما زايا معاك التليفون كنت شفت بارك الله مع التليفون معاك صالون خاوي انا مالي ديما
انا عييت عييت بكري دغيا مع في الاول دخلت سخونه شطح 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 موالفه نورمالمون بالحماله بقى لهم هنا حتى الست الصباح فاش ما كنكونش موحشة العراس النورمال ديالي اما دابا موحشة العراس راه ما نجلسش ولكن الحماله رجلي من فوق خير خصكم تشوفوا العضو غادي يشير لي ما كيبانوش رجلي منفوخة وسيدة كدر لي كتحرقني ولا الحق الله ولكن الوتر لي تحرق فهاد كلشي ضغطني ضغطني من التحت سميتو تزيرت عليا حيت شطحت بزاف معرفتش شنو كاين صافي غادي نمشي دابا الطوموبيل تكا كياكلو مقدرت لا ناكل لا والو يتعشى ويخرج كنت بغات تبقى حتى الله غوب داكشي يتعشى في مود ديال الناس هي صافي وغيديني شي واحد من الدار ونرجع يبقى معاهم المهم فهمت غابني دابا كنقول كيفاش غنمشي للدار ونفهم كيفاش الناس هي هانا بزاف